السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحبة، أهلا وسهلا بكم مع الدرس الأربعين من دروس تعلم اللغة التركية المستوى الخامس يابانجي لاريتشين تركشا جيفير. كنا قد وصلنا إلى قسم اليازما من الوحدة الأولى، القسم الثالث منها. الموضوع الثالث، أخذنا في السابق موضوعين وهذا الموضوع الثالث. أكثر الطلاب أو 90% من الطلاب لا يكتبون المواضيع، وإذا كتبوها لا يصححها لهم أحد، أغلب الطلاب أيضا يخافون من كتابة المواضيع ويظنون أن أصعب شيء كتابة الموضوع، مع أن كتابة الموضوع هي أسهل شيء. يعني في درس القواعد إن لم تكن قد فهمت القاعدة فلا تستطيع أن تكتب، أن تحل التمارين بشكل صحيح. في دروس النصوص إن لم تكن قد حفظت الكلمات بشكل جيد وقرأت النص بشكل دقيق لا تستطيع أن تجيب على النصوص. لكن في قسم الكتابة تستخدم القاعدة التي تحب والتي تريد، وتستخدم الكلمات التي تريد، لا أحد يجبرك على استخدام كلمة لا تعرفها، لذلك يصبح الموضوع سهل جدا جدا جدا. كل ما يحتاج هو قلم وورقة وشجاعة. الكل يخاف من الكتابة ويقول بلكي ربما يخرج غير جيد أو هكذا. ماذا نحتاج؟ أولا، أول شيء في الموضوع، الموضوع مخطط للموضوع، عندنا موضوع له مقدمة وفقرات وخاتمة. المقدمة هي عبارة عن نظرة إلى الموضوع من بعيد، نظرة كلية، كما ننظر إلى الجبل من بعيد كيف نراه ونتكلم عنه، ثم نقترب منه ونتكلم عن تفاصيله. ننظر إلى مثلا أقرب شكل جوجل مابس، جوجل خرائط. عندما ننظر إلى المدينة من بعيد كيف نراها، ثم ندخل إلى التفاصيل وندخل إلى المكان أو إلى الموضوع الذي نريد التحدث عنه وهكذا. المقدمة هي الموضوع بشكل عام أو ما قبل الموضوع، مدخل إلى الموضوع، ثم فقرات الموضوع، ثم الخاتمة. موضوعنا اليوم ما هو؟ يقول أولكا نيزين أن أنلوبيليم أدامو كيمدر، من هو أشهر عالم في بلدنا؟ أراشترالوم، لنبحث ويظلم ولنكتب. من هو أشهر عالم في بلدنا في سوريا؟ أنا لا أتذكر. في مجال الفيزياء، في مجال الكيمياء، في مجال الرياضيات، في مجال الأدبيات، في مجال العلوم الاجتماعية، لا يوجد في ذهني أحد. لكن لنقل فتحي الحسن، اسم ليس موجود من خيالي. فتحي الحسن، أولا نحن نتكلم عن شخص عالم، فشخص العالم ما هو؟ إذا نظر إليهم بعيد هو عبارة عن إنسان، فنحن نتكلم عن إنسان وعن علم، صار شخص عالم. فنبدأ بالكلام عن الإنسان وعن العلم. نستطيع أن نقول أن العلم شيء جيد جدا للإنسان، نستطيع أن نقول أن الإنسان عنده نهم معرفي لا ينتهي، نستطيع أن نقول أن الإنسان مخلوق عاقل، إنسان أكله بيرور لكتر، إنسان إلما هير زمان احتياج واردر، الإنسان دائما عنده احتياج للعلم، وهكذا. نبدأ بكلمات عمومية ثم ندخل إلى الموضوع. مثلا نريد أن نتكلم عن حياة فتحي الحسن. فتحي الحسن، نقول مثلا وسوريا مشهورة بعلمائها، سوريا عالم لريلا مشهور بير الكدر مثلا. بعدها نقول ومن أشهر علمائها سوريانين أن مشهور عالم لريندمبري فتحي الحسن در. فتحي الحسن مين؟ ما بعرف، اسم اختلقته من عندي. طيب ثم نتكلم فتحي الحسن مثلا، لنخترع اسم مدينة، اسم قرية مثلا، نقول في قرية كذا، ولد في قرية كذا في عام كذا، مثلا بندوكوزيوز اون اوشتا في عام 1913 في قرية، ماذا نقول، في قرية النور، نور كويوندا دنيا يا جال دور كويوندا دنيا يا جوزلري اتشمش مثلا، فتح عينيه على الدنيا، او دوموش دودو يصير كما نريد ان نتكلم. ثم نقول درس في مدرسة ابتدائية كذا وكذا، وكان ذكيا أو غبيا، كان متميزا بكذا أو ليس متميزا، كان أبوه غني أو أبوه فقير وهكذا. ثم ننتقل إلى الإعدادية، ثم إلى الثانوية، ثم نتكلم عن مثلا إنجازاته العلمية. كل هذه نستطيع أن نجدها مكتوبة بلغة بسيطة وسهلة وبالجمل التي نعرفها ونستخدم القواعد التي نعرفها. بعد ذلك نقول مثلا العلم دائما مفيد ودائما يرفع الأشخاص منزلة عالية. İlim her zaman faydalıdır. İnsanı, o insanların rütbesi en yüksek yere, en yüksek yere çıkarır. O
شيء من هذه الأشياء. الموضوع ليس بصعب، والكتابة أيضا ليست بصعبة، لكنها مهارة، وكلما كتبت أكثر كلما قويت في الكتابة أكثر، وكلما ابتعدت عن الكتابة أكثر كلما ضعفت في الكتابة أكثر. لذلك نجد بعض الطلاب يصلون إلى المستوى الخامس وهم لا يستطيعون كتابة المواضيع، أو يحفظون المواضيع حفظا ويعجزون عن الكتابة. الكتابة أمر سهل جدا، لكنه يحتاج إلى ممارسة متكررة. كما أننا في الكتاب عندنا قسم القراءة، وعندنا قسم المحادثة، وعندنا قسم الاستماع، أيضا يوجد قسم اليازمة. هذا هو قسم اليازمة. فإذا طول فترة دراستي قسم اليازمة لم أكتبه، ثم أقول أنا اليازمة صعبة، طبعا ستكون صعبة لأنك لم تمارسها. مثل المشي، تمشي تزحف ثم تمشي ثم تركض، تمشي تسقط، تمشي تمشي، وهكذا. نعم، أتمنى لكم دراسة موفقة، وأرجو أن تكتبوا هذا الموضوع، أرجو بدقة يعني بشدة. الموضوع فقط عالم من علماء مدينتكم، اكتبوا عنه، ولد في مدينة كذا في عام كذا، درس الابتدائية في كذا، الإعدادية، أهم أعماله، أهم مؤلفاته، ومات في سنة كذا، أو ما زال على قيد الحياة، هكذا فقط. دراسة موفقة، دمتم بخير، لا تنسوا كتابة الموضوع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.